هل جراحات السمنة هي جراحات آمنة؟ وما هي العلاقة بين إن جراحات السمنة جراحات آمنة وبين حدوث نسب المضاعفات؟ الحقيقة هي العلاقة بينهم علاقة عكسية تماما، بمعنى أنه كلما توفرت المعايير والمقومات لإجراء جراحة آمنة كلما قلت نسبة المضاعفات. نسبة المضاعفات تتراوح من 1% إلى 1 في 1000، وهي نسبة ضئيلة جدا. المضاعفات دي ممكن تكون على شكل تسريب، ممكن تكون على شكل جلطات، ممكن تكون على شكل نزيف. الحقيقة احنا بنتبع الأيام ديت أحدث الوسائل والتقنيات لتقليل نسب المضاعفات ديت. مثال رقم واحد، ازاي بنقلل الجلطات؟ بنستخدم دلوقتي جهاز داخل غرفة العمليات يسمى جهاز الانترميتنت نوماتيك كاف. الانترميتنت نوماتيك كاف ده جهاز بنحطه حوالين رجل المريض. الجهاز ده بيحصل له انفليشن وديفليشن، يعني بيتنفخ وبيفضى بطريقة بالسد، بطريقة انترميتنت، بصورة متقطعة، بيساعد على سريان الدم من الرجل الى القلب، وبالتالي تفضل الدورة الدموية شغالة باستمرار وكويس، ما يحصلش فيها اي توقف، وبالتالي تقل نسبة حدوث الجلطات. ازاي دلوقتي قللنا نسبة حدوث التسريب وقللنا وجوده؟ بنستخدم دباسات، وبنستخدم جهاز كي، وبنستخدم غيارات الدباسات بصورة واحدة لكل مريض. حبش نكرر استخدام الحاجات ديت، لان هي مع تكرار الاستخدام بتقل نسبة الكفاءة بتاعتها. تاني حاجة، بنتأكد من عدم وجود تسريب داخل غرفة العمليات. بنعمل اختبار اسمه اختبار التسريب، استخدم مادة اسمها ميسيلين بلو. المادة ديت لونها ازرق، بنحقنها عن طريق انبوبة داخلة جوه الباوتش او جوه الجزء المتبقي من المعدة داخل البطن. بنحقن هذه المادة بطريقة جش او بطريقة سريعة، تفخ لنا الباوتش ديت وهي لونها ازرق، فبنبص على مكان التدبيس كويس، وبنتأكد من عدم خروج المادة الزرقاء ديت داخل خارج الدبابيس ديت، وبالتالي نتأكد ان السوتشر لاين او مكان التدبيس بتاعنا من اول فوق في المعدة لأسفل جزء منها هو خالي تماما من نسبة التسريب. وبالتالي هذه التقنيات الحديثة، الاساليب الجديدة اللي موجودة دلوقتي، بتقلل تماما نسبة حدوث المضاعفات من اجراء عمليات جراحة السمنة المفرطة. شكرا جزيلا.